طب نبص على اللي جاي. وأنا سعيد جدا أولا بالتشرف بتواجدي كرئيس لبعثة جامعة الدول العربية بهذه المدينة المتوسطية والكونية ذات الإشعاع العالمي. وحقيقة تم اختيار الإسكندرية نظرا كما تفضل معالي المحافظ لأهميتها على جميع المستويات الاقتصادية والفكرية والإدارية. وللتذكير فقط هي البعثة تضم مجموعة من الجنسيات المختلفة العربية، وهذه المرة الثامنة التي نقوم بمتابعة انتخابات في أو استحقاقات، لأن كان في استفتاء بالنسبة لمصر. وطبعا بالنسبة لمهمة بعثة جامعة الدول العربية في رصد وملاحظة ومشاهدة وقائع العملية الانتخابية، قد يعني تثير بعض التجليات التي يتم تدوينها في التقرير الذي سيرفع للهيئة الوطنية، من قبيل مثلا أنه ممكن يكون الدور العلوي هو اللي يصوتوا فيه الناس ذوي الحاجيات الخاصة مثلا، أو يعني بعض الملاحظات. لكن على العموم احنا سجلنا حسب التقارير الأولية والمؤشرات التي وردت عليها في رئيس البعثة أن العملية الانتخابية تجري في جو سلس ومنتظم ومنضبط. التقرير الذي ستقوم البعثة برفعه للهيئة الوطنية للانتخابات باعتبارها هي الجهاز أو المؤسسة المكلفة بالإشراف الانتخابي سيكون في نهاية المؤسسة الانتخابية. أنا ذاك سنقدم هذا التقرير معزز بتوصياتنا وملاحظاتنا التي تصب في الجوهر على تطوير وإثراء العملية الانتخابية. طيب جولة البعثة محافظات إيه؟ نعم. اسكندرية، إيه جولة البعثة لغدا مثلا؟ غدا إن شاء الله عندنا برنامج في اللي عندي في الجيزة، كل أعضاء البعثة منتشرين وفق خطة التحرك. كم عدد أعضاء البعثة؟ أعضاء البعثة احنا 16 نظرا لأسباب الكورونا. طبعا نحن مطالبين في إطار الاتفاق القائم مع الهيئة الوطنية للانتخابات على إصدار تقرير مفصل يتضمن كل ملاحظاتنا وتوصياتنا لإثراء، وأقول لإثراء، احنا انتقادنا بناء، لإثراء العملية الانتخابية في اتجاه ربما بعض النواقص البسيطة اللي ممكن أننا كبعثة نلاحظها. ولكن عموما وفي المجمل هذه العملية هي تحدي أولا لأنه تجري في ظل الكورونا وتداعياتها الوبائية، ثانيا هناك إرادة نلمسها في الميدان لتعبئة كل القوى الوطنية لإنجاح العملية. أكثر انتشاراً أو توسعاً في محافظة الإسكندرية.